عايز ارجع بيك لهذا المشهد المؤلم اللي موجود قدامنا على الهواء، القصف المستمر على غزة فلسطين. بس معايا على التليفون الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ سام منسي، يحدثنا من بيروت. أهلا بيك. أهلا، مساء الخير. مساء النور. يعني الكيان الصهيوني بدأ بمؤامرة ويستمر في مؤامرة، لكن يجي السؤال، هل المؤامرة الحالية ويمكن اللي مستقر عليها هي تصفية قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة وإزاحة الفلسطينيين من الأرض، فتصبح الأرض خاوية من شعبها، وبهذا يستقر هذا الكيان ولو لحين، ثم فيما بعد ذلك قد يذهب إلى المزيد من استتباع الأراضي؟ تعتقد سيد سام أنه هذه المؤامرة ستنجح؟ وإن لم تكن ستنجح، ما الحيلولة أمام نجاحها؟ يا سيدي، أولا علينا أن نخرج قليلا من نظرية المؤامرة. مش الحرب هي حرب. الظلم الذي لحقه للفلسطينيين منذ أكثر من 75 سنة قضية معروفة وقديمة وظالمة ومجرمة وغير محقة، حتى نستطيع أن نستعمل كل الكلمات في كل قواميس وموسوعات التاريخ العربي والأجنبي. هذا صحيح. إنما اليوم ما يجري في غزة هو نتيجة حادثة معينة. قد يكون الكيان الصهيوني، قد تكون إسرائيل أرادت الإفادة من هذا الموضوع لتنفيذ سياسات اليمين الإسرائيلي المتشدد، هذا موضوع آخر. إنما علينا أن ننظر بهدوء إلى ما يجري وإلى ما يمكن أن يجري وإلى ما جرى عبر تاريخ القضية الفلسطينية منذ العام، ما بدي أقول لك 48، منذ العام 36 مرورا بال 48 مرورا بالتقسيم مرورا بكل الحروب العربية الإسرائيلية حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. الحروب والقتال والنضال لم يجلب للفلسطينيين أي شيء. كل الذي تم تحصيله بواسطة المفاوضات وبواسطة العقل وبواسطة السلام وبواسطة الهدوء وبواسطة التفكير. حماس انجرت إلى عملية عسكرية غير مسبوقة بالنسبة للإسرائيليين. حركت لدى الإسرائيليين كل السيئات وكل العقد وكل التراكمات التاريخية الموجودة في التاريخ اليهودي، حتى لا أقول التاريخ اليهودي، التاريخ اليهودي الحديث منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم. اليوم نحن نواجه ردة فعل متوحشة. في زمن عزيز علينا أن نأخذ الأمور بالوقت الذي حصلت فيه. في زمن العالم العربي يشهد تجاذبات وتجاذبات واضحة بين تيارين، تيار الاعتدال السياسي العربي وتيار الممانعة المدعوم من إيران. علينا أن نكون واضحين، يعني أن لا نخلط الأمور، يعني أن لا الدم الحاصل في غزة من الطبيعي أنه استفزنا، استفز عواطفنا، استفز مشاعرنا، استفز كل ما لدينا. إنما علينا أن نكون واقعيين. المنطقة العربية، الحادث الفلسطيني يتجاوز فلسطين. طيب، سؤال سيد سام. يتجاوز غزة. سؤال يا سيد سام. سؤال بسيط. اسمح لي بالمقاطعة. طيب. وما قبل 7 أكتوبر، هل يا ترى كان هناك أي مكتسبات للقضية ولا كانت القضية نسيا منسيا؟ ده سؤال مهم. أبدا. لا أبدا. طبعا علينا أن ننظر إلى منذ مبادرة بيروت 2002، ما بدي أرجع قبل. إذا أردت أن نرجع قبل نستطيع أن نرجع قبل. حصلت مبادرات من أنا بحطها من زيارة الرئيس أنور السادات في العام 77 إلى إسرائيل حتى اليوم. مرقنا بمبادرات سلام كثيرة. أهم مبادرات السلام أمرها واحدة هي أوسلو. مشروع فاشل. إنما أوسلو حقق أمرين.
اولا اوسلو اعترف بالدوله الفلسطينيه بحق الدولتين، واوسلو اعترف بشرعيه منظمه التحرير الفلسطينيه كممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. حققنا شرفنا. اوسلو ادخل الفلسطينيين الى غزه محرر، ادخل الفلسطينيين الى اريحا، ادخل الفلسطينيين الى الضفه الغربيه. حصلت اخطاء من الجانبين، الاسرائيلي متوحش، اناني، مجرم، صحيح، انما ايضا ياسر عرفات والسلطه الفلسطينيه، السلطه الوطنيه الفلسطينيه اذا اردت ان نسميها انذاك، كذلك الامر من تحت الطاوله شجعت عمليات انتحاريه ادت فيما ادت بالنهايه الى مقتل رابين وفشل السلام والى مقتل واغتيال ياسر عرفات. طب خلينا نقف يعني نقف عند هذه النقطه التي حصلت. لا احنا 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 محتاجين بس نقف نقطه صغيره. لا نعم، في وقت عرفات رحمه الله عليه ابو عمار لم يشجع العمليات الانتحاريه قبل مقتل رابين، العكس كان صحيحا، يعني اغتيل رابين من المتطرفين الاسرائيليين، لم يغتل من المتطرفين العرب على سبيل المثال، مما شجع على تطرف اخر مضاد. فهنا صحيح. بدات لحظه موت اوسلو او بدات وفاه اوسلو من اوسلو 93. عليك ان تتذكر عزيزي انه بعد مبادره بيروت، المبادره العربيه التي صدرت سنه 2002 من بيروت حصل من بعدها بعشرة أيام أو 15 يوم عمليات انتحارية في تل أبيب وفي الداخل الإسرائيلي، كانت وراءها سوريا. لا ننسى دور حافظ الأسد التدميري التخريبي، هو ومن حلفائه من الإيرانيين وغيرهم، في تعكير وتخريب مبادرات السلام العربية منذ 73. طيب أنا هنا محتاج أعرف، أنا هنا محتاج أعرف بقى من يعني زي ما كنت بقول أنت إعلامي كبير بطبيعة الحال يعني، لكن أيضا المحلل السياسي بقى، أنا عايز أرجع للمحلل السياسي مش للإعلامي بس، وهي أنه علينا أن الجملة اللي حضرتك ذكرتها، وهي علينا أن نبذل كل الجهود لإحلال سلام ومسار هادئ. هل إحنا بنبذل كل الجهود يعني ودون شوفينية مصرية؟ هي مصر بتحاول تبذل جهود، ماذا عن الضغوط العربية التي يجب أن تمارس سواء إذا كان على الاحتلال الصهيوني أو على واشنطن من جهة أخرى؟ خجولة ومترددة وخائفة، ولا معدومة ولا معدومة؟ لا خجولة، لا ما بقول معدومة، لأنه في معلومات كانت قبل حادثة أكتوبر 7 كانت هناك مفاوضات، وأول من أمس أعلن ماجارت وما أعلن اسمه مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، أعلن عن جزء ما أقول كل المفاوضات السعودية السورية السعودية الأمريكية الإسرائيلية ومضمونة، وكانت المملكة العربية السعودية تشدد في كل مضمون المفاوضات. هذا موضوع منشور، مش أنا عم بخترعه، ممكن ترجع له بمنشورات وزارة الخارجية الأمريكية صدر أول من أمس باللغة الإنجليزية، على حقوق الشعب الفلسطيني، انه مطلوب نعطي شيء جدي ثمين قوي مريح نهائي للفلسطينيين. هل بمقدوري ان الوح كمجموعه عربيه، وكل يحب ان يذهب وراء مصلحته وليس في ذلك امر مشين، ولكن استطيع ان الوح بتجميد اتفاقات مثلا، استطيع ان الوح بسحب بعض الاستثمارات مثلا، ولو تلويحا مبدئيا، حتى تعلم واشنطن وتعلم ايضا تل ابيب انه مصر مش قلعه وحيده باقيه، ان لديها ظهير عربي حقيقي يلوح بما يملكه من كروت. انا عزيزي انا اعرف قدراتك واعرف وعيك واعرف علمك واعرف خبرتك. الله يخليك، القديمه شرف لي. انا اعرف من اتكلم الان، شرف لي، انا ده شرف لي. أنت أدرى مني بما سوف أقول. لن نستطيع أن نخرج من الحال الذي نحن فيها من دون أن نقوم بعملية، أنا كتبتها يوم أمس في الشرق الأوسط، أريد. من دون أن نقوم بعملية مضادة لطوفان الأقصى. طوفان الأقصى كان عملية اختراق حاجز الجدار الفاصل بين غزة وإسرائيل.
يوم مطلوب عمل عربي يخترق العقل الإسرائيلي، يعني أن نرجع نقوم بما قام به أنور السادات سنة 1977، أن تقوم به السعودية ومصر والأردن والمغرب، أن تقوم بعمل اجتراع مبادرة عربية تتجاوز أصله، مبادرة عربية تتجاوز المبادرة العربية سنة 2002 في بيروت، وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحاصلة في مكانين، المتغيرات الحاصلة في غزة والمتغيرات الحاصلة في قلب إسرائيل قبل 7 أكتوبر. نحن علينا الإيمان على اليسار الوسط الإسرائيلي، علينا رهانات أساسية أن نعي ماذا يحصل في إسرائيل. اليوم علينا أن نراهن على إدارة جو بايدن التي لأول مرة منذ 40 سنة تستعمل الدبلوماسية والقوة، تستعرض أسطول بحري كبير جدا صحيح. إنما تقوم بعمل دبلوماسي جدي. منذ 7 أكتوبر لم تغادر الولايات المتحدة إسرائيل، بمعنى أن القرار في إسرائيل سياسي على الأقل، لا أتحدث عن القرار العسكري، هو قرار أمريكي طبعا، بدءا من بلينكن إلى بايدن إلى ساترفيلد إلى أوستن، واليوم ويليام بيرنز. علينا أن نقرأ هذه الأمور وأن نعي وأن نعرف أن نتصرف وأن نقتنص الفرص لمرة واحدة بتاريخنا العربي. طيب أنا أتفق أنا أتفق مع مجمل الكلام، وأتمنى أن احنا نستكمل هذه المناقشة خلال الأيام القادمة، إلى أن أتشرف بلقائكم في بيروت، يعني هيبقى شرف ليا، وأظن هتبقى مناقشة بالنسبة لي يعني مفيدة جدا، أنا هستفيد كتير جدا جدا جدا. أشكرك الإعلامي والصحفي والكاتب والمحلل السياسي الكبير أستاذ سام منسي، محدثنا من بيروت.